ما بين فيلم خاص جدا بيمضى نادى مازني حفايظ ضيفتنا. القضية هي قضية البينية الجنسية، قضية إنسانية بالأساس، أما زاد لأول مرة تطرح بهذا الوضوح في عمل سينمائي تونسي. المفاجأة أنه قعدنا ما حكيناش على حاجة مش متداولة في المجتمع التونسي، نادرة برشا نادرة برشا. وقت اللي خرج الفيلم متاعك اكتشفنا وجود فيلم آخر، فيلم عبد الحميد بوشناق، فيلم إبرة، اللي زاد كيف كيف هبط الأيام هذه. قبل كل شيء، تسعدين بوجود عمل يتناول نفس القضية ولا لا؟ أكيد أكيد. أنا بيدي كمنجة عندي مشروع باش ننجو المخرج آخر يحكي على البينين الجنسيين. أكيد قد ما فما أفلام يحكيوا على القضية ذي، خاطر القضية إنسانية، وذي أولا ماهيش أنا عندي الإكسكلوزيفيتي، أي واحد ينجم يحكي عليها، ما عندي حتى مشكلة. أما قضية إنسانية للتاريخ، أنت أول وحدة في تونس حكيت على البينين. أي سا سي كلير. علاش تغششت وهبط فيديو تلمح فيه العبد الحميد بوشناق دون ذكر اسمه ديجا في حد ذاته؟ وانا مانيش باش نقول اسمه على فمي نون بلي اليوم. عليه؟ لهالدرجة؟ لا شوف، عمري ما قعدت معاه، أول مرة نقعد معاه في 2022 في المهرجان البحر الأحمر. الحق جي تروفي كيليتي سامباتيك وكل، قعدنا مع بعضنا حكينا، كل واحد حكى على مشاريعه. انا وقتها كان معايا ديستريبيوتريس نورا نفزي معايا، ومعايا سليم حفايظ زيدا البروديكتور، معايا زيدا فنانين اخرين وهما يجهدوا على ذلك. حكينا وكل واحد حكى على افلامه، هو حكى على الفيلم نتاعو اللي باش يصوروا ورده حاجه ريانه، ورده ريانه فوالا، وانا حكيت له على الفيلم، قال لي شنو هو الفيلم نتاعك شبيه مازال ما خرجش. قلت له اسمع الفيلم نتاعي راهو قعدنا برشا خاطر كان عندنا في فيكس، وقال يحكي على شنو؟ قلت له يحكي على زانتيرسكس. قال لي شنو زانتيرسكس؟ قلت له زانتيرسكس سي دي جون كي ناس افيك لا بليبار دو تون دو زورغان ولا دو سكس ولا بغيف. قلت له لحظه، هذا عام قداش؟ 2022 ديسمبر 22 عبد الحميد ما يعرفش معناتها انترسكس، ما يعرفش معناتها انترسكس. قال لي موجودين، عندي شكون عاد يسمع معي؟ قال لي موجودين في المجتمع التونسي. قلت له يا ولدي موجودين، واسمع مش خاطر هو 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 حكى على القضيه ذي انسانيه وانا معاه يحكي على القضيه الانسانيه. انا مشكلتي الكبيره في الحكايه هذه اللي هو قاعد ساعه، اولا كي باش يحكي على قضيه انسانيه هكاك ياخذ معلومات صحاح. شنو معناها تعمل فيلم تحط فيه ثلاثه ايام باش تختار الجنس المعين المحدد للطفل؟ ساعه اولا مش الوالدين بركة يختاروا، الطب يعطيو الوالدين باش يختاروا، والوالدين يصحوا بالكونسونتمون نتاعهم. يعني اليوم مثلا ما تنجمش انت البيبي اللي عندك يبدا عنده مثلا لو سكس فيمينان بلو ديفلوبي كو لو ماسكولان، تجي انت تقول له باش نقيدو كطفل، ام والام والبو يقول لي نحب ولدي طفل، ما تجيش الحكايه، ما تجيش بكل الحكايه. عندك 10 ايام باش الطب يقروا شنو الجنس، يحدوا الجنس نتاع الصغير، باش من بعد يجعيطوا الوالدين يقولوا قبلتوا بهذايا كونسونتمون نتاعهم باش ينجموا يصحوا. هذه معلومة ثانية، كي هو يقول نادي تحكي شبيه ما حكيتش على ترانزيكس فيلم خرج عمناول، راهو يا مخرج ترانزيكس يحكي على لي ترانسيكسوال ما يحكيش على البينين الجنسيين. اما كي تجي باش تعمل فيلم اعمل فرق ما بين البينين الجنسيين وال 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 ترانسيكسوال. لازم يعني انا غاضني اولا، هذه الحكايه غاضتني من بعد، خاطر من بعد سمعت لي زانترفيو نتاعو غاضتني اللي قاعد يسوق في معلومات غالطه والشعب ما يعرفش. هذه هي مشكلتي ساعه، مشكلتي الاهم اللي هو راهو يا هادي بالمجد قد ما نقول لك وشويه، راهو الحاجات لي كوبا اللي عملهم هو والموزع نتاعو ما عندك حتى فكره. وصل مشى عمل ضغط لوزاره الثقافه، وزاره الثقافه تبعث شكون باش ينحيوا الفيلم في القاعات السينمائيه. اليوم هادي دقيقه باش نقول لك حاجه بلد. لحظه لهنا عند شوف، هذا اتهام خطير خطير ونتحمله. انت تتهمه بنوع من العرقله. انا علاش خرجت وعملت الفيديو؟ انا في بالي 6 اشهر التالي هو عامل فيلم على ليزانتيغ سكس، ما قلت له حتى شيء وخليته يخدم على روحه. قلت له مبروك مبروك. لا مش 6 اشهر التالي، انا 6 اشهر التالي فما منتج معاه فرنساوي تعشيت معاهم مع منتجه كبيره برشا في تونس، الكلنا تعشينا مع بعضنا. الفرنساوي هذا جي قال لي راني جيتي افيك عبد الحميد اي بي سون فيلم بارل سور ليزانتيغ سكس كوم لو تيان. قلت له ابون؟ قال لي وي.
قلت له سي بيزار باسكو توا اوسي تو انت لي دو بروجي على البروجي نتاعو. قال لي راهو بعثني لبرشا مهرجانات الفيلم نتاعو ما مشاش. قلت له ا بون. قلت له سي بيزار هو ذا زعما منتج زعما هو البلاس لي فيلم في المهرجانات بغيف لا علينا. انا في بالي لي 6 اشهر اما انا خاطر بوه وبابا صحاب على الاخر ما جبتش الحكايه. ومن بعد قلت بلك شافا سيرفير لا كوز دو فيلم اي بي لا كوز هيومين اللي هي لا انترسيكس. سكت على روحي. وقتاش هو بعث لي وقتها خرج لافيش في الفيسبوك لو 19 سبتمبر وعندنا الوثائق زيدا. قال لي مبروك بور لافيش. عمري ما بعثت ما عنديش في الفيسبوك اوني جامي اوني با امي وعمرنا ما بعثنا لبعضنا حتى ميساج. لو سول ميساج 19 سبتمبر قال لي مبروك شفت لافيش راني انا زيدا نخدم على فرد سوجي لو 19 سبتمبر. قعدت خممت نادي باش تعبت هو راه حاجه اخرى باش نقول لك هو كيعرف اللي باش نخرج الفيلم هبط ستاتيو عليا وانا لا جاوبت ولا حتى هو ستاتيو اللي هبط عليك كوم كوا الكونكلوزيون اللي ها فوالا اكزاكتومون فونت كوميرس سماها نتاعي وبعثوا لي برشا عباد راهو وما جاوبتوش كان انا عيني باش نجاوب راني عملت الفيديو في وقتها وكل شيء هذا مقصود به انت فونت كوميرس بيان سور فونت كوميرس خاطر عارف اللي انا باش نخرج الفيلم نتاعي قبل خاطر الموزع نتاعو قال لي انت ما تخرجش الفيلم نتاعو قبل قال لي انت لازمك تخرج الفيلم بعد بوشنيق باش بوشنيق يخدم يخدم لك التيران نتاع لي انترسيكس. قلت له بالله. قال لي والله تخرج ننصحك تخرجوا في مارس 2024 اي وسكتنا وعملنا ما قلنا حتى شيء ما قلنا حتى شيء. كي نسمع انا عبد الحميد يحكي على الموضوع اش قال؟ قال لك اللي قاله عبد الحميد يبدو منطقي وجنتلمان. اش يقول؟ يقول انه الفيلم نتاعو خذوه في ايام قرطاج السينمائيه. وبعد سامحني بعد مشيت تفرج في الفيلم نتاعي زد عمل زد دي سيكونس. باهي. هذايا سيغ زاد عندي خاطر الفيلم اللي تقدم في المهرجان قرطاج ماهوش فيلم توا اللي قاعد يلعب. ياسر تبتبت عليه انت. بيان سور خاطر لازمني نعرف، لازمني نعرف خاطر هو قاعد يسوق فيها حاجات غلطه علي وقال انا عملت البوز باش 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 العباد تمشي تتفرج في فيلم في 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 المويه، يعني انا عملت هذاك البوليميك كامله باش العباد تمشي تتفرج في فيلم اليوم في المويه الى لا ساتيام سومان. يعني انا كان جيت كان الفيلم ماشي، انا كان جاي الفيلم ماهوش ماشي، تنجم تقول عملت البوز، ما هو الفيلم ماشي على روحه. نرجع للتفسير نتاع عبد الحميد بوشنيق اللي قلت لك جنتلمان. يقول لك الفيلم نتاعي تخذيه في ايام قرطاج السينمائيه، انت زربت الخروج نتاعو وهبطته قبل. انا كنت في فارسوفي. من فارسوفي قلنا نخرجوا الفيلم من بعد في عيب، علاش باش احنا كنا هكا ولا هكا باش نخرجوه قبل كارتاج. سيتي بريفيو من قبل باش نخرجوه قبل كارتاج. وهو وقتها اي لانه جنتلمان ما عمل حتى دعايه للفيلم نتاعو. يا ولدي هو مازال قاعد يصور يمنتي وكلنا دعايه. كان ينجم يهبط يقول ايوه علاش ما قالش وعلاش ما قالش باش ما يشوش عليك بليزي هذا ما هذا ما تجيش على حتى كيفاش ما تشوش علي وهو شوش علي ها ورا الستار قاعد يعمل ما يعمل يا اخي انا علاش خرجت مجد راهو هادي والله العظيم يعني اللي عمله هو والموزع نتاعو دايغ اليوم معناش الفيلم ماهوش يلعب في قاعات سينمائيه في حتى بلاصه في تونس العاصمه عليه خاطر الغولاسيونيل نتاع الموزع نتاعو سكروا لنا البلاصه نتاع مجد والصاله 350 نتاع سي ان سي يعني خرجوا اسمع باش نقول لك هذايا مثلا وهذايا عندنا الوغ لا الكابتور ديكون خرجوا البروغراماسيون نتاع الفيلم نتاعنا ظهر لي سيتي في اكتوبر ما نعرفش لا دات بالضبط شنو لو 25 ولا لو 26 اكتوبر باش يتحط في البروغراماسيون نتاع الصاله نتاع سي ان سي قلنا او موان نظنوا سي ان سي اللي هو فيلم دعم الوزاره نورمالمون دوفيس يدخل في الصاله نتاع سي ان سي يعمل هكا اوب وينحيوا لنا الفيلم نتاعنا. علاش تحمل في عبد الحميد بوشنيق حاجات هذه الكل؟ خاطر هو الموزع نتاعو صحاب كانك تصوروا بمشهدك الشرير اللي خاطر هو شعبه ويخرج يتكلم في كلام زعما انا ولد الشعب وكل وانا شنو يا اخي انا مانيش مجد راهو يخرج يحكي هكا بكلام وكل باش العباد انت تقول في اتهامات خطيره جدا تعكس مناخ متعفن نتاع انا ما خرجت الفيديو كان ما ما ما, ما على الحكايه هذه واسمع جماعه السينما الكلهم في بالهم ويعرفوا الحكايه هذوما
دونك ما عنديش يعني بجد انا نتحمل مسؤوليتي دونك خلينا نفهم حاجه، انت عندك غزول على عبد الحميد مش بسبب الموضوع مش موضوع تجاوزته هذاك تجاوزته ست اشهر التالي بسبب انت تتهم عبد الحميد يخرج يقول بمحاربه الفيلم نتاعك اي يخرج يقول يعني والله بجد يخرج يقول انا حبيت نقدمها ونقدمها اش تقدمني تقدمني بالنسبه لشكون باش تقدمني زعما انا كنت بجد جوغي ايمي اللي يجيني بكل تواضع يقول لي نادي راني باش نعمل فيلم كيفك انت على فرد كوز اومان اعطيني كالكو رونسينيومون اعطيني شفت شكون حتى باغابور فيلم راهو نتقلق كي مثلا نرى اللي هو قاعد يفيكول دي زانفورماسيون غالطين كيما مثلا ثلاث ايام ماهيش موجوده بكل 10 ايام كيما مثلا الاختيار نتاع الوالدين مش الوالدين باش يختاروا بيان سور الطب مع الوالدين حتى لو كان يقول لك سيت اون فيكسيون معناتها مثال يا خويا ما تنجمش تكون ثلاث ايام ولا 10 لا لا لا, لا ماهيش فيكسيون هذا ماهيش حاجه باش تحكي فيها فيكسيون تتحلل لا لا هذه مش لا لا مش مش كيسيون وثائقي هذيا سيت اون كوز اومان واحنا نعملوا في الافلام هذوما باش نوعيوا العباد باش تكون عندنا عباد تفهم شنو معناها وكيفاش العباد هذوما يعيشوا ونكونوا لازم نكونوا صادقين لو ماكسيموم دونك ماهيش باش تحكي حكايه وكهو فهمت الفيديو اللي عملتها علاش عملتها نهارة الفرحة نتاعو نهارة العرض الأول نتاع الفيلم نتاعو ما عملتها خاطر نهارتها وقت عرفت برشا حاجات ويعرفوني برشا عباد راني ما نهبطش وما نتكلمش في لي ريزو سوسيو و جو نو بارتاج با ريان دو تو لا على حياتي لا على وما عنديش كل يعني انا كان حبيت نهبط معاه في مستوايا كل لي 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 ستاتيو اللي يحطهم هو وخوه في الفيسبوك راني نهبط حتى لتوا راهو قاعدين يحكيو كل ما نجاوبش مش 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 نادي هذا يا فهمت دونك انا عملت الفيديو غصبا عني باش 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 العباد تفهم وتعرف بجد خاطر علاش احنا شو احنا نعملوا يمكن ماكسيموم 10 12 افلام علاش ديما نحبوا نطيحوا في نكسروا في علاش 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 ديما نحبوا هذاك نكسروا وهذاك نعمل علاش ما هو اللي معليك على نفس الشيء معناتها قال انا هبطت الفيلم نتاعي فرحت لها واحترمتها وقلت لها مبروك وهنيتها والله كان مازال ما وفاش كان هو كمل الفيلم نتاعو راهو هبطوا حتى بنهارين بعدي مازال ما كملوش الفيلم نتاعو قاعد يصور قاعد كان ميكلون بعد زاد حل فيه يعني كان جاي فيلم نتاعو بجد كان جاي انت تتصور كان اليوم بوشنيك كان وقت انا خرجت فيلم كان فيلم نتاعو حاضر ما خرجوش ثم معناتها اذا اتهموه حتى بالسرقه نتاع الفكره يا خويا السرقه خلينا عليها خلينا ما عادش لا ما فما حاجه مادام خرج الكلام تقابلتوا انتوما في قبل بشهر هو بعد بشهر بدا يصور معناتها شنو السيناريو باش يكتبوا قال لك بيان سور فما مخرج معروف في تونس كتب سيناريو في جمعه صور في 10 ايام اون ويكلو موجوده تنجم تعمل هذه الحكايه موجود فما فيلم تعمل في تونس هكاك نجيب القاضي اي مثلا يا تتعمل يعني موجوده تنجم تعمل دونك سي لوجيك اما مش عبد الحميد بوشنيق اللي يعمل حاجه كيما هكا شو معناها مش انت مش عبد الحميد بوشنيق اون ويكلو نجيب القاضي صور اون ويكلو بوشنيق صور اون ويكلو دونك وي سي بوسيبل بينك وما بين روحك متأكدة أنه فما سرقة الفكرة ولا لا بينك وما بين روحك الحق أنا ديما راني كلمتي نقولها وي جو سوي كونفانكو وي مي بون ما تجاوزتها الفترة المرحلة هذيك باهي توا أنت موجوعة شو البروبابيليتي أعطيني البروبابيليتي اللي احنا اون ساشون مانيش اندستري احنا البروبابيليتي اللي زوز مخرجين ولا زوز افلام يحكيوا على فرد موضوع 10 ايام الاخرانيين العشر عوام الاخرانيين فرد موضوع على حكايه نادره جدا 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 في المجتمع التونسي سامحني لوجيك الحكايه كيفاه وان ساشون الباك جراوند نتاعو في افلام عمره ما جبد حكايه هكاك يعني انا حطيت له بيس لوغي بروبابلومون من بعد حب يعمل المواضيع خلينا نزيد نقولوا حاجه انه زوز افلام مختلفين جدا في المواضيع معناتها انت الشخصيه نتاعك عمرها 23 سنه تعيش قصص هذاك زاد تخليني نخمم اللي هو خذايا الفكره خاطر يقول لك انا مانيش نعمل كيفها باش نعمل زاد كي تخمم فيها بالكدا بينك وبين نفسك تقول لك هو مهف يعرف الحكايه نتاع الفيلم دونك انا مانيش ناخذ لاكس هذاك باش ناخذ لاكس سيبارون دونك وي بيني وبين نفسي نعرف اما والله العظيم العباد تبعثي تقول لي راهي ماكش عندك اكسكلوزيفيتي ما عنديش وهذا ان كوز يومين مانيش انا نحكي عليها ما عندي حتى يعني ما نجمش تكون نتاعي ماهيش فكرتي انا نحكي على قضيه انسانيه استدعاك عبد الحميد لعرض الفيلم نتاعو ولا لا؟
اي نقول لك جست باش نرجع لكلمك. انا كي استدعاني انا نكره حاجه في حياتي ليبوكريزي. وانا عندي زوز ولا ثلاثه عباد من الدومين نحبهم وذوكم هما عبادي ونقعد معاهم خاطر نكره ليبوكريزي. انا بعث لي ميساج فوكال قال لي فين حبك تجي في الدراشنوه وكل شيء والافون بروميير واستدعيت العباد اللي نحبهم. انا كريت هكاك قلت يا جيني كيفاش انا هكا يا جيني كيفاش عباد هكا كيفاش خرجت الفيديو تشويت خاطر نكره كل واحد يجي يحكي معاك زعما يحب كل من تالي يضرب فيك وكل مجد. واللي العباد اللي تعرفني شويه يعرفني لاني ياسر صريحه وما عنديش ما نحبش نحكي برشا على روحي مي 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 فريمون تاثرت بها تاثرت بها يعني الحكايه خاطر قلت كيفاش عبد ينجم يوصل يبعث ميساج هكا وهو قاعد من تالي الفي تو بور تو بور اش تحب نقول لك تحبنا نزيدو نحكي ونزيدو نفتحوا الحكايات مثلا سي تري سامبل احنا لا سول سال اللي كانت فيها قاعده في تونس العاصمه طبعا معنا حتى سال لا سول سال اللي كانت فيها الفيلم قاعده جمعتين من بعد نحاو الفيلم خاطر فما لي جورني اوروبيان وشكون ورا لي جورني اوروبيان شكون ورا لي جورني اوروبيان الموزع نتاع بوشنيق الموزع نتاع بوشنيق جاي يعمل لي جورني اوروبيان وبعد في فيلم بوشنيق يعمل في قضيه فلسطينيه افهم انت هوني افهم انت هوني شنو الحكايه؟ يعني نحيو افلام التوانسه باش يحطوا افلام اوروبيين بالوضع الحالي اللي صاير في العالم اجمع اللي صاير في فلسطين ومن بعد يقول لك لا نحيو فيلم تونسي باش يحطوا لي جورنال اوروبيين ومن بعد نعملوا فيلم وندعموا قضيه فلسطين يعني هوني انا زاد نقول سامحني. فما الجهات تتشكلهم انت تنجم تتشكلهم انت ويفتحوا تحقيقات في ذلك ولا ليه؟ والله يا وي اون ان كور جوستومون. تبع وزاره الثقافه؟ خاطر j'ai besoin de comprendre et de savoir pourquoi. C'est assez, je sais pas si c'est parce que on est une, je veux pas trop mélanger les choses, mais bon. نحب نعرف انا نحب نعرف كمخرجه اليوم بجد يعني انا علاش زاد نعرف اللي هما وراء هذايا خاطر نعرف زاد خاطر مشينا شفنا الموزع نتاعو قبل ما خرجوا الفيلم وقال لي راهو داير الموزع نتاعو قال لي يعني انا كان جيت نعرف من قبل الموزع نتاعو قال لي وقتها قال لي راهو ما تخرجش الفيلم نتاعك توا راهو فتره ياسر خايبه ومن بعد فما فيلم بوشنيق خرجوا بعد فيلم بوشنيق في مارس 2024. وانت اعتبرت هذه حاجه ما تجيش؟ اكيد ليا درا قداش من سنين نخدم في الفيلم باش نستنى بوشنيق باش نخرج الفيلم تاعي حتى بحاجه طبيعيه وعلاش باش نستنى؟ دونك سي ليجيتيم جو بونس كمخرجه ليا صورت في 2020 ما تنساش راه مقعدت الفيلم عايش بيه كيفاش يعني قال لي ليه ما تخرجش يعني انا اليوم كان جات معناش ايزي ديستريبيوشن ميزون دو ديستريبيوشن رانا ما نجمناش نخرجوا الفيلم. وعلاش نعمل انا علاش نعمل بوز باش عباد تمشي تدخل تتفرج في الفيلم هو الفيلم ماشي الحمد لله يا ربي نحمدو ونشكرو علاش باش نعمل بوز مجدره ما فماش علاش باش نعمل بوز العباد تستخيل باش نعمل بوليميك وانت تعرفني دي اسكو انا نتاع بوليميك يعني عملت برشا افلام دي سور دي بروبليم تبو عمري افلامك نتاع بوليميك اي مانيش ما تظهرش ما تظهرش يعني مانيش ستيل باش نجي نحكي على روحي وانا 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 ماذا بيا حتى كي نخرج ما نبداش نحكي على روحي وش خذيت وش عملت وكل سي با دو مون سي با سي با موا مشيت شفت الفيلم تاع عبد الحميد ولا لا؟ باش نمشي خاطر قضية تهمني برشا ونحب نشوف باش نمشي. شو تري زوفيرت راه مانيش كلي لي لي بيان سور باش نمشي وفريق العمل نتاعنا الكل باش يمشي. اش تقول لعبد الحميد بوشنيق؟ انا متاكده اللي هو خذ لي الفكره، كان هو بريء بمجد خرج لنا الدوا دوتور اللي هو سجله في 2020 خاطر قال بدا يخدم فيه في 2020، دونك اكيد كي حد يخدم في سيناريو باش يمشي يقايدو، اعطينا ورينا اللي هو مش يقايدو في 2020، اما انا نعرف اللي ما عندوش اللي هو قايدو في 2022 ولا 2023، دونك نعرف اللي ما عندوش. واضح، نشكرك برشا نديم. فضلك. يعطيك الصحة، إن شاء الله الإشكال هذا الكل يتنسى ما يتبقى منه كان حاجة واحدة اللي هي القضية القضية الإنسانية متاعك الصغيرات هذمك ولا الناس اللي يكتشفوا أنهم يعانيوا من المشكلة الكبيرة البينية الإنسانية هذه هي القضية والناس هذوما يلقاو الحقوق نتاعهم لأنه أنا ترجيت برشا بالكلام نتاع أمنة محمد أمين دونك هي أهم حاجة هي هذيك أبخي تو
تحط البوليميك على جنب. أهم حاجة القضايا الإنسانية، أهم حاجة نلقاو احنا قاعدين الحق نخدموا على ان بروجي دو لوا انا ونورا نفزي باش نقدموه لي ديبوتي، وان شاء الله يا ربي اترافير سا يكون فما على الاقل حاجة تحمي البينين الجنسيين في تونس. نشكرك برشا، نتمنى لك النجاح والتوفيق. خلينا نذكر انه فيلم المبين موجود حاليا في القاعات التونسية، في باتي نجموا نشوفوه، بيان سور موجود نجموا تشوفوه، وبالحق حكاية تونسية تستحق باش تتشاف، معاناة إنسانية صاغوها باقتدار أمينة بن إسماعيل وخاصة محمد مراد، من غير ما ننسى النجوم نتاع العمل، معناتها ساني بالعربي، أيمن بن حميدة، هيفا بولابكيش، فتحي عكيري، فاطمة سعيدين، محمد الداهش، إن شاء الله ما نسيتش حتى حد، أمينة بن إسماعيل قلنا، والإكيب تكنيك الكل نحب نحييها، والمنتج والإكيب نتاع المونتاج الكل، وشكون آخر يا ربي، العبيد الكل، خاطر بجد فيلم عشنا معاه 3 سنين راه، وعشنا دي مومون تخي تخي فور. إن شاء الله، والفيلم الجاي ترجع لنا. إي باش نرجع لكم إن شاء الله، الفيلم الجاي زاد يا أخي يتكلم على أقليات أما بشكل آخر. يا ستار استر، شكرا ندى مزنح حيد، بالتوفيق. ميرسي بوكو عايشة. كهربا تمشي، كهربا تجي، الكهربا نتاعنا الجولف ويت، السيارة الحدث سومها 137 مليون، بعد أسابيع قليلة الكهربا باش تخرج، تنجم تكون من نصيبك أنت اللي تتفرج فينا، سهل برشا، جرب حظ الأيام الأخيرة، وعلاش ليه الكهربا هذه ما تكونش من نصيبك، خذ تليفونك، ابعث اس ام اس في حرف أ على الرقم 85811، أ على الرقم 85811، حظ سعيد للجميع.